اشرف رئيس السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات محمد شرفي على جلسه على جلسه استماع خصصت لعرض التقرير النهائي لاستفتاء التعديل الدستوري الذي جرى في الفاتح نوفمبر 2020. شرفي اكد ان التقرير الذي جاء في خمسه ابواب يعد مسحا شاملا بالارقام والمعطيات لمختلف اطوار الاستفتاء الشعبي الذي التزمت فيه السلطه باعلى مستويات المصداقيه والنزاهه والشفافيه. مبرزا ان هذه الوثيقه النهائيه اسندت الى لجنه اعداد التقرير النهائي لاستفتاء التعديل الدستوري بالسلطه محترمه بذلك الاجل القانونيه الافاق الافاق المسطره هي افاق يعني في الحقيقه بعيده يعني اكثر من العهده تاعنا ولكن هي عهده الجزائر لا لن نفكر في مستوى السلطه من حيث هي مؤسسه ولكن نفكر في السلطه من حيث هي اداه ان شاء الله اداه امان ان لم اكن يعني اقول يعني ضامن ان شاء الله للامن الديمقراطي بجانب المؤسسات الدوله المؤهلين لذلك لان الامن الديمقراطي يعني مربوط ارتباطا يعني عضويا ب نزهت الانتخاب والحفاظ على الامانه هي امانه شعبيه صوت الشعب